قدرت السكر وضغط وصمامات عنده. هذا ابنك سليم حي والله قلبي حيل ممدود عليه والله العظيم. واحد وسبعين سنة. واحد وسبعين شلون تسول عن ماله؟ وغصباً يعني أحسن ما أقول ما أحد يعطيني. وإحنا عائلة كبيرة كلها بربرتي 12 نفر بربرتي. اسال الجيران شلون وقعت على وجهي بدون فاسقين يعني جيت رحت تسوقت بسواق عائلتي وقعت على وجهي ما احترمت انسى كل شيء اشتغل بالبيوت اخرج الزوال بالبيوت وفي ناس ما مدت لي ناس كبار عمرنا يعني 71 سنه انا عائلتي يعني يعني ستة وعائلتي ابني هذا مريض ما ليش يكون يعني يعني الأمراض ما يعني مريض وعنده بنات من كبار كلش يعني صمار عنده أحسن ما بيسوي العملية عائلتي ابنك 12 نفر أنا وعائلتي كلها 12 والله قاعد بهيكل هيكل أجار والله العظيم يعني وعندي بنات صغار زوجتي مريضة ما يعني مرة تعبانة يعني وعمنا ابني عمنا من كل شيء من الله العظيم والله شهد عليه مريضة عنده صمام يختنق خلال ابني كبير مواليد 2008 متزوج هو مو كل بربتي والله العظيم يعني كان زوجته ربتي؟ اي نعم ربتي وش عنده ولد؟ عنده ثلاث بنات وواحد ولد صغير عمره سنة بنات واحدة بسرعة أو صف ثاني موصل واحدة بسرعة أول واحدة صف خامس كذا يعني أشتغل همنا أنا القاسم أشتغل ولا جمع ولا روح معك قاعد بهيكل يعني تشفت الهيكل على ساعة نقول له تعشي أجار وروتي ليش أجار؟ والله كتم والله العظيم قبل ما لدى يعني ياخذ من عندي 120 انا ملك هو يعني الدايم نظرت يعني ما في يعني شغل ايام مطر انا راح ادبر الحاله مسواك دبر من خارجك طول مسواك مخبر ما يسوى بالدين يعني هذا عيب يعني ربع من الله يرزقني ولا اطيح كل هذا راس يعني واحد كوم لا من أجي أنا رجال جي عمري 71 سنة هذا أنا حايل زمان وهذا موالي يطلع مريض ما يدخل ما يصير ما يصير علاج والله يقد علاج عملية صمام عندي صمام مني يعني عند نظر بالليل يختلف خمار عندي والله العظيم يعني إذا يراجع أطباء والله أنا عم يراجع دكتور مزار يقول له يريد عملية عملية ويصير؟ يصير عملية وأنا أصور عم أمن الدين يراجع وأنا مين أبوك من يعني البونسي هذول شنو عندنا أبوك إلا البونسي عائلتي وعائلتي نعم والله يا
أنا شنو أمشي له هذا مثلا راتب الرعاية ما ينفي الحمد لله وشو أسوي لي شنبر صغير ربيع لي وأشتري لي ليش ما كان الله القاسم ودي العائلة كرامي وزوجتي بس ما الأخبار لأن هذول الأخبار من الله يعني أنا جاي أفضل وعني برحمة هو أنا يعني مكدي وموجودي على هذا الولد وهيك اللي هو على ساعة بلوي ساعة شيء الصراحة مديك مليونين دينار الله ينسيك الله يحفظك الله ينسيك جاء حبيب محمد راح أصرف لك راتب شهري طبعا تابعنا قصة الرجال الكبير الحجي التعبان نفسيا جسديا وما عنده أحد اللي خدم العراق بكل معنى الكلمة. حرامات اليوم احنا نخليه بهذا الوضع، حرامات اليوم احنا نخليه بهذا المكان، المفروض نكون يمه ونطبطب على كتافه ونقول له انه انت ابونا وانت اخونا الكبير وانت اليوم تعيش بعز مو بذل، مو هذا ايامك تعيشها بذل وحسرات ومشاكل والم ويا دوب تجمع لك الف او الفين، شو تسوي الف او الفين؟ اغسل لك زوليه رجال كبير اغسل زوليه بالف او الفين، وين تريد تخليها؟ اليوم طفل اذا نعطيه الف ما يرضى منك. ورجال وعايشين بغرفه 12 نفر، شنو من الحصره اللي بداخله؟ شنو المشاكل اللي جنمر بيها احنا؟ شنو من الحصره اللي جنمر بيها احنا؟ وين نريد نوصل؟ كلام هوايه وكلام كثير. ولكن للاسف اللي يسمع قليل ولا حياه لمن وانا دارت انه اناشد الناس الطيبه الخيره لانقاذ هاي العوائل.